السلام عليكم شباب، وياكم انس. اخبار المنتخب العراقي. قبل ما تشاهد الفيديو صلي على النبي محمد وآل محمد، سوي لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك الفيديو ليصلكم كل جديد. المنتخب العراقي الشباب يتغلب على فلسطين ويتأهل الى نهائي غرب اسيا. فزنا 2-0 على منتخب فلسطين الأشقاء. ألف مبروك لكل الشعب العراقي وللجمهور العراقي. فوز على فلسطين بنتيجة 2-0. إن شاء الله النهائي راح يكون في مدينة بغداد الحبيبة. سنلعب النهائي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم مع لبنان في ملعب المدينة في افتتاحه الجديد. اكتبونا بالتعليقات من راح يحضر هذه المباراة في ملعب المدينة. هذا الهدف الثاني طبعا سجله أسهر عدي. منتخبنا العراقي صار عنده 9 نقاط في هذه المجموعة. طبعا انا اعتقد راح يكون عدد الجمهور كلش هواي في بغداد. من اليوم كان بالبصرة وشاهد المباراة يكتب لنا بالتعليقات. منتخبنا للشباب العراقي طبعا احسن من المنتخب الاول، قاعد يؤدي اداء صحيح، وان شاء الله القادم افضل. لازم يهتمون بيهم هذول الشباب حتى نشوفهم ان شاء الله في المستقبل بالمنتخب الاول العراقي. عندنا لاعبين جيدين ولاعبين سريعين. هنا المنتخب العراقي يؤدي النشيد الوطني للعراق. عدد الجمهور في مباراة اليوم 51,000 مشاهد، اقل من لعبة اليمن. طبعا بلعبة اليمن كانوا 58,000 واليوم 51,000. ان شاء الله دائما الفرحة الرسم على وجوه العراقيين. حبايبي خلونا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، فعلوا جرس التنبيهات، شاركوا الفيديو لاصدقائكم ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم. صلوا على النبي محمد وآل محمد. أرجو منكم الاشتراك بالقناة، لايك للفيديو، وتفعيل زر الجرس، مشاركة الفيديو لأصدقائكم ليصلكم كل جديد. تحياتي إلى